يعني. خلينا ناخد روشتة سريعة من رويدة، روشتة مجتمعية من داخل البيت، التعامل مع المجتمع، ازاي نقدر بدورنا احنا كأمهات نحد من انتشار العنف داخل البيوت او خارج البيوت في المجتمع، ويكون لنا دور ايجابي فعلا، ما احناش قاعدين ناس سلبية بتتفرج وبس. يا رويدة، خلينا نوجه الاول، نبدا بالاسره. الاسره اهم حاجه، ان احنا نرجع لدور الترابط من تاني، ودور التوعيه ودور التربيه، وان الاسره فعلا يبقى في ترابط ما بينها بشكل قوي، ان احنا نحاول نفصل ما بين الشارع ونفصل ما بين البيت، ان احنا لو متعرضين لضغوط نفسيه يبقى في بيننا جلسه حتى تفريغ نفسي، بدل ما بنفرغ بالعنف وبالصوت العالي نفرغ بالكلام وبالفضفضه بين البيت كله، يبقى القعدات اللي كانت بتجمعنا ترجع من تاني، ويرجع يبقى في مساحه مشتركه تنفيذ، يعني حتى لو عملناها قعده تنفيذ سواء كان لكل حاجه، مش بس للزوجه ولا الزوج، كمان للاولاد يبقى في قعده بتجمعنا. بالنسبه للمجتمع، لو احنا نقدر مثلا، طبعا هننحي دور الدوله دلوقتي، وخلينا نقول احنا المفروض نعمل ايه. لو نقدر ان احنا مثلا نستخدم السوشيال ميديا، يبقى في حملات توعيه مجتمعيه من العنف في الشارع وازاي ان احنا نحد منه، سواء كانت بالفاظ، سواء كان ان احنا ننشر قيم ايجابيه، ننشر نماذج ايجابيه، ونبدا ان احنا تداولها على موقع التواصل الاجتماعي، دي بتجيب اثر كبير. ننشر حاجات عن الايجابيه، زي ما قالت الدكتوره فعلا الايجابيه بتفرق بشكل كبير جدا، لما بتيجي تحكي عن قيمه ايجابيه بتلاقي الناس بتبدا انها تتحرك، والناس تبدا تداولها. زي ما قلت لك، المجتمع قصه السلبيه اللي فيه هي اللي اثرت في ظهور ظواهر زي دي كتير، زي البلطجه، زي السرقه، زي الخطف، كل الحاجات دي لو المجتمع نفسه صحي على الاقل مش هتحصل بالنهار. يعني هتحصل لما الناس تنام، لكن احنا اللي بنشوفه دلوقتي هو اللي زود عندنا الظواهر الاجتماعيه اللي احنا بنعاني منها.